نظمت أمهات المختطفين في مدينة تعز صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وحملة الإبادة الجماعية بحق أهالي منطقة الحيمة الواقعة في مديرية التعزية. ونددت الأمهات بحملات الاختطاف الممنهجة التي تشنها الميليشيا الإرهابية في قرى الحيمة والزواقر، وأسفرت عن اختطاف 95 مواطن إضافة إلى 13 طفل. واستغربت الأمهات من صمت المنظمات الدولية وتجاهلها لانتهاكات الميليشيا الحوثية بحق المدنيين الذين فجرت منازلهم وهجرتهم قسرا من قراهم بعد نهبها لممتلكاتهم. خرجنا اليوم لنقول للعالم أجمع، للمجتمع الدولي، نقول له أن هذه الجماعة، جماعة الحوثية، هي جماعة إرهابية بامتياز، فهي وما تقوم به في منطقة الحيمة مدير التعزية يعتبر لا يخفى على أحد، قتل وتشريد وإبادة جماعية وتهجير قسري للمواطنين. هذا ما يحصل في مدير التعزية منطقة الحيمة أمام مرأة العالم. جينا اليوم ندين ونستنكر ما تقوم به جماعة الحوثي في منطقة الحيمة التعزية من اختطافات وإعدامات واعتقال النساء والأطفال، وهذه أيضا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية أن تقف إلى جانب هؤلاء المظلومين والمضطهدين هناك. دعا ناشطون يمنيون عبر تصريحات لقناة يمن شباب العالم ومنظماته الدولية التي ما زالت تغض الطرف عن جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق اليمنيين، دعتهم إلى الخروج عن صمتهم وإدانة الانتهاكات التي طالت أبناء عزلة الحيمة في التعزية، مطالبين السلطة المحلية والجيش الوطني بضرورة سرعة استكمال تحرير المحافظة لإنقاذ الأهالي من إرهاب الحوثيين. اليوم ينبغي على العالم أن يسمع ويرى ما تفعله جماعة الحوثي الإرهابية بأبناء اليمن الحبيب. اليوم هذه الجماعة تمارس كل أنواع العنف في أبناء الحيمة في محافظة تعز، ولذلك نطالب كل العالم ونطالب كل المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تعي جيدا وأن تسمع وترى وأن توصل هذه الرسالة إلى العالم جميعا أن هذه الجماعة جماعة إرهابية. للتنكيل اللي حصل عليه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، نتمنى من السلطة الشرعية وقيادة السلطة المحلية أن يتم تحرير المحافظة ما تبقى من المديريات داخل محافظة تعز. كذلك نوصل أصواتنا إلى المنظمة الدولية التي صامتت حتى الآن لما تحدث من مجازر في الحيمة. وقد أضاف الناشطون في تصريحاتهم أن جرائم الميليشيا التي تمارسها بحق أبناء الحيمة أكبر دليل على إرهابها، وتحمل رسالة مفادها أنها تحمل مشروع موت لليمنيين. الحوثيين هؤلاء ليس لهم أي مخطط أو أي بناء لإقامة دولة، هؤلاء لا يثيرون سوى الموت، وهم لا يريدون تصفية الحيمة فقط وإنما يريدون تصفية كل منطقة على حدة، وهم بدأوا اليوم بالحيمة وغدا سيبدأوا إذا لم يتكاتفوا بقية المديريات. فنقول بالحكمة التي تقول وكل يوم أكل الثور الأسود، هؤلاء جماعة شعارهم الموت.